طب لو استشاري علاقات زوجيه عشان الراجل بيتكسف ساعات والست بتتكسف ساعات وانا محتاج اقول اللي عندي كراجل ده صح ولا ما ينفعش اطلع سر بيتي وسر اوضه نومي؟ احنا اتربينا على سر اوضه النوم ده ما يطلعش نهائي لاي حد ولا امك ولا ابوك ولا اخوك ولا اختك. بس انت مع ان انا لازم اتكلم مع دكتور استشاره علاقات سواء راجل او ست اتكلموا معاهم ولا طبعا ده مهم جدا لانه بيقرب المسافات. ما هو لازم اسمع وجهه النظر من الطرفين عشان اقرب المسافات بينهم لما هم مش عارفين يتفاهموا مع بعض, مش عارفين يوصلوا. هم مش بيقولوا لعائلتهم ولا اصحابهم يمدوح ده لحد مختص دكتور يعني استشاري. عارف عادتنا وتقاليدنا انه لا, بس في حاجات لازم الناس تخرج براها يعني. يعني لو حد مختص حاجه انت رايح عند الدكتور باطنه غير لما بتتكلم مع حد هيكشف عليك, هيكشف على مراتك طبيعي او دكتوره غير حد تاني يعني. بس انت مع اللي احنا نعلم ده لاطفالنا او لشبابنا؟ طبعا, لانهم بياخدوا معلومات غلط اوريدي طول الوقت قاعدين على الموبايلات والتي في, فده خطر جدا. دكتوره شيرين الجمل استشاري العلاقات والصحه النفسيه, انت نورتينا, ميرسي لوجودك جدا جدا. وحابه قبل ما نعمل اي حاجه يا جماعه, ما فيهاش حاجه لما تبقى في المدارس طول ما هي بصيغه علميه ولا هي ممدوحه. طبعا كلامك حلو جدا, نورت الدنيا يا دكتوره. شكرا, ولازم تشرفينا تاني تدينا برده شويه حاجات توعيه لينا ونفكر بيها المشاهدين. ميرسي جدا يا فندم. فطبعا زي ما نورين قالت مش عيب ومش خجل احنا اولادنا ونعرفهم الصح. اللي بيحصل في اوروبا ان هم بيعلموهم من هم صغيرين يعني ايه ثقافه جنسيه, بس على استحياء مش بكل المبالغ فيه. في نفس الوقت يبقى الولد فهم يعني ايه ثقافه, ما يحصلش كميه الطلاق زي ما قالت نورين المرعبه اللي موجوده في الوطن العربي. بالتالي هنقلل من ده وهيبقى في زواج وهيبقى في تفاهم وهيبقى في علاقات اسريه محترمه جدا. الكلام ده حلو قوي لو احنا عملنا ده بعقلنا. فاصل